Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment appâter avec des verres. Des verres, soit coréano, soit comme on appelle sahraoui. غادي نوريكم كيفاش تطعموا الصناره ديالكم بالدوده بالنسبه للمبتدئين. خصكم هاد ليبرا اينيغوي او ديبي، يعني في الاول خصكم ضروري تخدموا هاد ليبرا. من بعد كي تتعلموا تقدروا تطعموا غير بليد ديالكم، فقط غتكونوا متمرسين في التطعيم، طعموا غير بليد. اذا ها هي الصناره ديالنا، الصناره ديالنا هي اللي غادي نديروا فيها الدود، طعموها بالدود. فوالا ليفير ديالنا كوريانو. اذا غادي نوري لكم الطريقه ديال التطعيم بالدود. اذا غادي نشدو اذا الدوده لو فير اللي هو هذا، غادي ندخلو فيه هاد الابره، ندخلو فيه الابره من هنا كومسا. غادي ندخلو فيه الابره الوسط ديالو غير بشويه، فوالا حتى تخرج. فوالا هاهي الدودة داخل الإبرة. غادي نشدو لامسون ديالنا، الصنارة الإبرة راه فيها جوج ديال لي بو، لو بو اللول لي رون غادي، إي لو بو الزاوج لي بيكون. هنا باش تدخل الدودة تدخلها من هاد الجيه، ومن هنا تخرجها من هاد الجيه. الصنارة ديالنا لوبو ديال لامسون ديالنا، الصنارة غنديروها في لوبو ديال ديك ليكوي ديال ليبرا، ونجبدو هذاك الخيط بطريقة باش ما يبقالناش فين تهربنا ليبرا. نشدو مزيان كومسا بحال هكا، هانتوما هذا الخيط لاصق في الإبرة ديالنا. غادي نكليسيو الدودة، نكليسيو الدودة مع داك ليكوي، كتدخل في الصنارة اوتوماتيكمون، كتدخل في الصنارة هانتوما، كتدخل في الصنارة فوالا هانتوما، دخلت في الصنارة ديالنا هانتوما. غادي نحيدو الإبرة ديالنا ليكوي، غتبقى لنا الدودة ديالنا في وسط السنارة. السنارة مكاموفلية مزيان مبيناش، فهمتوها. هانتوما بهاد الطريقة كتسهل على السمك، كما كان النوع ديالو الدوراد دبار سرغو وصار كيلتهم الدودة بلا ما يحس بأن كاين صنارة في الوسط ديالها. إذا طريقة سهلة للتطعيم بالدود، لي فير أنواع ديالو كيما كان. إذا إلا عجبكم هذا الفيديو ديروا لايك وتابوناو على الشان، وميرسي على دوطر فيديو. أوروفوار.